محلات تجارية مغلقة وأنشطة متعطلة قسرا، وذلك بسبب انتهاء المهلة التصحيحية للعمالة في السعودية. البعض منهم استسلم للأمر الواقع وأغلق نشاطه، والآخر استخدم أسلوبا مغايرا للحفاظ على سمعة المحل. الشوارع على غير المعتاد أصبحت أقل ازدحاما من ذي قبل. العمالة المتخلفة فقدت حريتها وأصبحت تتنقل بتوتر، وعلى النقيض ينعم النظاميون منهم بالراحة والإطمئنان. عندي الآن مصنع مقفل زين، وعندي مؤسسة مقاولات على وشك أقفلها، ومؤسسة تجارية بالذات أضعف الأسعار، أعوض أجار المصنع وأعوض أجار كلها من المواطن. والله يكثر خير المواطن إن شاء الله. الآن إحنا بين أمرين، يا أن نبيع ولا في حد يشتري إلا بيرخص الأسعار. جايني مثلا عندي مصنع يسوى قبل انتهاء المهلة 5 مليون، الآن جايني واحد يساومني على 500 ألف، وش تسوي هذه؟ فيعني إحنا منضرين يعني جدا جدا، يعني إحنا نبي تمديد المهلة. مصائب قوم عند قوم فوائد، فبجانب مباني الجهات الحكومية تنشط المبيعات والخدمات ممن يعرضون خدماتهم على المراجعين. وزارة العمل أبغى منها التمديد بس، حتى ولو في الحالات الخاصة زي حالتي. أنا 14 سنة، أنا مستحق جنسية، والله مستحق جنسية. الجهات الحكومية ماضية في تطبيق القرار على المخالفين، إذ أنها أتمت ما يقارب 9 ملايين عملية تصحيحية في الفترة الماضية حسب البيانات الصادرة من وزارة العمل. يأمل المواطن السعودي ألا تؤثر الفجوة التي ستنتج من رحيل العمالة المخالفة في زيادة أسعار السلع والخدمات، كون الطلب أصبح أكثر من المعروض في الوقت الحالي. محمد المحمود، سكاي نيوز عربية، الرياض.